إذاعة سلطنة عمان تقدم. قدم الباحثون العمانيون في الجامعات الأجنبية أطروحات وأبحاثاً تناولت شتى ميادين العلم والفنون والمعرفة، وهذه مساحة نفردها لكم في دراسات عمانية. دراسات عمانية. إعداد وتقديم الدكتور هلال الحجري. دراسات عمانية للمخرج علي بن عبد الله العجمي. دراسات عمانية. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات عمانية. من الأطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة دكتوراه بعنوان السياسة الخارجية في عمان، المؤسسات والممارسات، قدمها الدكتور ماجد بن هلال بن علي الخليلي لجامعة فلوريدا الدولية سنة 2005. دراسات عمانية. يذكر الباحث في ملخص دراسته أن الهدف من هذه الرسالة هو توثيق وتحليل السياسة الخارجية لسلطنة عمان من أوائل القرن العشرين إلى عام 2004، وينوه الباحث بأنه غالباً ما يفترض أن حقبة ما قبل 1970 لا تستحق تحقيقاً شاملاً لفهم طريقة عمل السياسة العمانية اليوم. ويجادل الباحث أنه من أجل فهم شامل للسياسة الخارجية لعمان منذ عام 1970، فإن حدود التحليل التاريخي لمشاركة عمان الإقليمية والدولية يجب أن تدفع إلى عام 1930 عندما تولى السلطان سعيد بن تيمور السلطة، والبلاد كانت مقسمة بما كان يعرف باتفاقية السيب. ويؤكد الباحث أن دراسته تطلع بتحليل نقدي لتلك الفترة لتفند رواية سائدة وغير دقيقة إلى حد كبير لأحداث قبل عام 1970، وتسرد تفسيراً حقيقياً لتلك الفترة، وتستخدم هذا السرد ديباجة لاتجاهات السياسة الخارجية اللاحقة ومبادراتها. ويضيف الباحث أن أطروحته تغطي ثغرات في الدراسات الناتجة عن عدم وجود أي مواد توثق سياسة مسقط الخارجية خلال الفترة من 1996 إلى 2004 أو تحللها، كما أن هذه الأطروحة توفر معلومات جديدة وتحليلاً حديثاً للعلاقات الدولية في المنطقة، بما في ذلك تناحس القوى العظمى، خاصة المنافسة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، ومواقف الدول الرئيسة الفاعلة مثل إيران والمملكة العربية السعودية والعراق. ويؤكد الباحث أن استخدام تحقيق تاريخي دقيق أمر ضروري لدعم القضية المركزية لهذه الأطروحة، وعليه فقد جعل قسماً كبيراً منها يستند حصرياً على المواد الإرشيفية التي جمعها من مكتب السجلات العامة البريطانية وجامعة أكسفورد ومكتبة الكونغرس الأمريكية. تتكون هذه الدراسة من 5 فصول وخاتمة. تضمن الفصل الأول مقدمتها ومنهجيتها، وتناول الفصل الثاني جغرافية عمان وتاريخها،
واستعرض الفصل الثالث حكم السلطان سعيد بن تيمور وما صحبه من أحداث سياسية داخلية، وناقش الفصل الرابع السياسة الخارجية لعمان خلال الفترة من 1970 إلى 1989، بينما درس الفصل الأخير هذه السياسة خلال الفترة من 1990 إلى 2004. نقرأ من خاتمة الدراسة هذه الفقرة: دراسات عمانية. يقول الدكتور ماجد الخليلي: تجدر الإشارة إلى أن عمان تحتل مكانة جغرافية استراتيجية أثرت بعمق على علاقتها مع القوى العالمية الكبرى. تمتلك عمان ساحلاً طوله 1200 ميل على طول الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي، وهي مجاورة للممرات البحرية المؤدية إلى أوروبا وآسيا والعراق وإيران، بالإضافة إلى شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن الصعب المبالغة في التأكيد على دور عمان باعتبارها حارس بوابة للخليج العربي، ودورها كضامن لواحد من أكثر شرايين الحياة الاستراتيجية في العالم، وهو مضيق هرمز. إن الحرب الإيرانية العراقية وحرب الخليج وسياسة الولايات المتحدة المتسمة بالاحتواء المزدوج كلها تسلط الضوء على أهمية عمان الاستراتيجية للعالم ودورها في الحفاظ على سلامة المضائق. وقد أعادت الأحداث العالمية بعد 11 سبتمبر التأكيد على استراتيجية مكانة عمان وموقعها في المنطقة، وقد أوضحت الفترة التي سبقت حرب الخليج الثانية في عام 2003 بجلاء موقف عمان وتحفظها على تغيير النظام العراقي وقلقها من العواقب المحتملة التي تزعزع استقرار المنطقة. وإن استمر تعاونها مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من خلال السماح لهما بحقوق الطيران، ومع ذلك فإن التعاون مع القوى الخارجية لا يزال دقيقاً ومنتظماً. ففي حالة البرنامج النووي الإيراني كانت مسقط الجهة الفاعلة الوحيدة في منطقة الخليج العربي لدعم الاستحواذ الإيراني على التكنولوجيا النووية السلمية. ومن المأمون أن نفترض أن السياسة الخارجية لعمان من عام 2005 وما بعده ستعرض خصائص مماثلة لتلك التي كان عليها العقد السابق، أي التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة والقوى الغربية في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق توازن بين القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة. وعلى وجه الخصوص مع إيران، سعت مسقط وما زالت تسعى إلى عدم تصعيد الصراع المحتمل. وفي شبه الجزيرة العربية ستظل عمان مدافعاً قوياً داخل منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن التوسع العسكري الكبير تحت قيادة المجلس، وبينما ستظل دول الخليج الأخرى عرضة للحركات العربية أو الإسلامية التي تسعى إلى تجاوز الدولة أو إسقاطها، فإن عمان لا تبدو ضعيفة، لأن التميز الذي يتسم به الشعب العماني من حيث الوعي الديني والتاريخي يشكل عائقاً أمام النداءات والهويات السياسية العابرة للحدود، أكانت قومية أم إسلامية؟ دراسات عمانية. كان ذلك عرضاً
لرسالة دكتوراه بعنوان السياسة الخارجية في عمان، المؤسسات والممارسات، قدمها الدكتور ماجد بن هلال بن علي الخليلي لجامعة فلوريدا الدولية سنة 2005. دراسات عمانية. مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج علي بن عبد الله العجمي. دراسات عمانية.